اهلا وسهلا، تشتغل هنا؟ ايوه اهلا. اسمك ايه؟ ادريس. اهلا يا عم ادريس. ادريس ايه؟ ادريس. ايوه انا فاهم فاهم. ادريس ايه؟ ادريس. الله، لا يا عمي اسمك الثلاثي. الثلاثي اسمي ادريس ادريس ادريس. يا سلام، عاجبك قوي عمال تعيشي. ما تغنيهولي. اسمك الثلاثي ادريس ادريس ادريس. يابا انت مش عارف اسمك الثلاثي يعني ايه؟ بالطريقة بتاعتك دي مش فاهم يا عمي. افهمني الله يخليك. يا سيدي يا خان، اسمك الثلاثي يعني اسمك واسم ابوك واسم جدك. اسمي ادريس. ادريس ادريس. طب وابوك؟ ادريس. معرفنا ادريس. جدك شرهو. يعني انت اسمك ادريس ادريس شرحه. لا، أنا اسمي إدريس إدريس إدريس. شرحه دي يعني زيه. يا سلام، أنت اللي بلغت عن الحادثة يا إدريس؟ أيوه. إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا دخلت الأوضة بتاع المكتبة، لقيت جثة، افتكرته نادية هانم. وبعدين طلع مش نادية هانم. وبعدين افتكرت إن الجثة دي تبقى بتاع ملكات هانم. وطلع مش ملكات هانم. مظبوط. كمل. بعد كده رحت المطبخ. وبعدين رجعت من المطبخ. لقيت نادية هانم. نادية هانم اللي طلعت مش هي من شوية. ايوه. امشي امشي. هدري امشي يا ادريس. هدري امشي يا ادريس. حضرتك بتقولي ما كنتش تعرفيها؟ ايوه. مفيش حد في البيت يعرفها؟ لا، بس انا عندي معلومات كتيرة قوي عنها. ازاي؟ يعني عرفت مثلا انها من طبقه متوسطه. يا ازاي؟ شمتها. شمتيها؟ ايوه. اما انا كان لازم اشمها عشان اعرف نوع البرفان بتاعتها. على فكره البرفان بتاعتها ريحتها وحشه، وده دليل على انها بنت غلبانه ما تقدرش تشتري برفان غالي. عظيم. وفي كمان حاجه تاكد كلامي، انها كانت من نوع القلقان اللي دايما يفكر. الواحد يبقى قلقان وهو نايم، قلقان وهو صاحي، انما ميت قلقان ازاي؟ لا، زمان لما كانت عايشه. طيب انت كنت تعرفيها؟ لا ما اعرفهاش. اصلها كانت ضوافرها مقرقده بشكل واضح. وفي كمان حاجه تاكد كلامي، ان هدومها كانت من النوع الرخيص المتنيل ب60 ليره. خلاص خلاص خلاص. لا، في كمان حاجه كانت بتاكد كلامي، ان الباروكه بتاعتها كانت من النوع الخيش، من نوع الليف. عظيم. انا لاحظت ان البنت ما عندهاش جزمه. جزمتها فين؟ اذا كنت خدتوا جزمه هاتوها. لا ابدا، بس كويس انك لاحظت الملاحظه دي يا زغلول بيه. زغلول بيه. ايوه. عسوي جوه. طيب. عن اذنك يا ملكات، عادل بيه جوه. طيب عن اذنك اتفضل. يا شاطر. جيبني اقعد على الكرسي. قوم اقعد على الكرسي. يلا قوم اقعد ارتاح. اقعد ليه؟ ما تقعدش خلاص. اسمك الثلاثي. ايوه ايوه عارف، يعني اسمي بالكامل، اسمي واسم ابوي ونجب العيله. اسمي عسوي بحطيطي لعصر. عسوي بحطيطي لعصر. ثلاثه دول ها يمشوا عادل. لعصر ما دام لعصر يمشي ثلاثه. طب قول لي ايه اللي تعرفه عن الجريمه؟ جريمه؟ يا سنه سوخه، جريمتي يا بيه. الجريمه اللي حصلت هنا. هو في جريمه حصلت هنا؟ في واحدة ست اتقتلت. ست؟ ست مين يا بيه؟ هي شعرها قصير، سمرة، وحافية. حافية؟ أمي! يا ابني يا عيسوي، شفت بقه عامل ازاي؟ يا ريت قسم البصمات يشوف فيه ايه جوه، لحسن سنانه ضربة لغاية زوره. كوباية ماء بسرعة لو سمحت. فوق يا ابني فوق، الله يخرب بيتك. قوم قوم يا عيسوي. قوم اصحى. ايوه بيه. قوم فوق يلا. ايوه بيه فوق. مش عايز ميه؟ لا بيه تشكر. حد ابني جاب سيره امك؟ حضرتك قلت حافيه؟ ايوه. امي هات تاني. كوباية ماء بسرعة تاني معلش لو سمحت. هيسوي هيسوي. فوقت كويس؟ ايوه بيه. كويس دلوقتي؟ الحمد لله بيه. يعني مش عاوز أي حاجة أجيب لك دكتور ولا حاجة؟ لا بيه تشكر. قول لي هي أمك عندها 20 سنة؟
لا يا بيه. امك بتلبس بنطلون؟ لا يا بيه. امال ليه بتقول القتيله دي تبقى امك؟ خلاص تبقى مش امك. خلاص خلاص يا بيه. الحمد لله الحمد لله يا بيه. فوت فوت يا بيه. مش عايز ميه؟ لا يا بيه تشكر. تشرب سيادتك؟ لا شكرا يا عادل. شوف بقى بص لي هنا. ايوه بيه. دي حركات بوليس ماتش دعوه بحاجه خالص. حاضر يا بيه. انت تروح دلوقتي مع عادل بيه عشان تشوف القتيله. حاضر يا بيه. اتفضل اتفضل ورايا يا عادل. اتفضل يا سيدي. هي يابا يابا قول لي هي ولا مش هي. خلينا نخلص. ما تقدرش خالف جوي. لا انت لازم تكون شجاع جوي. وهي بسيطه وسهله. هعمل لك كده هوب تفتح هوب تشوفها هوب تقول لي هوب نخلص. هي وبعدين احنا هنحكي حواديت يابا يابا يابا. ما هو انت بعد ما تقول لي هوب هي ولا هوب مش هي هوب هنمشي. يلا قول لي بقى هي ولا مش هي؟ هي مين؟ امك. امي يا حبيبتي يا امي. لكن حضرتك مش دولت اللي بره ان عندها حاجه وعشرين سنه. ايوه 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 صحيح. طب خلصني قول لي بقى مين دي؟ ما اقدرش اقول لك الا لما انظرها بعيني. ما هو انت عشان تنظرها بعينيك لازم هب تفتح. ما قدرش ما قدرش. يابا يابا دي زي شكة الدبوس. خد بالك معايا هب هعري هب اوري هب تشوفها هب تقولي هب اغطي هب نمشي هب نخلص. يلا يا عم يلا الله يخليك. اعمل معروف. ما قدرش ما قدرش. اعمل معروف اعمل معروف. لو تكرمت احنا مش هنفضل دي. احنا شغالين عشان الجثه دي. احنا ورانا جثه ثانيه في حته ثانيه. اعمل معروف خلصني. حاضر خلاص. حاضر اوكي. حاضر ركز معايا بقى. هوب عري هوب شوفها. حاضر. هي لا هي لا لا هي ولا لا ما هياش. لا مش امي. يا دي النيلة السودة عليا. احنا عارفين انها مش امك انما انت تعرفها؟ لا معرفهاش. متشكرين متشكرين. نكمل بره. اتفضل نكمل بره. تشكر.